دي انا واحده، هنجتمع على شخص واحد مستحيل، فما فيش اي مشكله. عايزه متاكده ان طول ما في نقد يبقى انا ماشيه صح. تمام. يعني قولي لي خطتك خلال الفترة اللي انتي ناوية او مقررة، او انتي حاليا بتعملي ايه في حياتك؟ الفترة دي حاليا بذاكر وبزود النولج بتاعتي معلوماتي، علشان مستنية الشركة اللي انا عايزاها تفتح الاعلان، وقريبا ان شاء الله هتفتح، وهروح اقدم فيها اوراقي السي في بتاعي واقدم الانترفيو اللي هي عليها. كلية ايه معلش؟ لا شركة شركة؟ مش كلية، تمام. انا دي شركة متخرجة. خاصة؟ لا في شركات خاصة في شركات حكومية. انتي هتقدمي في شركة خاصة ولا ناوية تقدمي في شركة حكومية؟ اللي انا عايزاها مصر للطيران. تمام. ان شاء الله لو في شركات خاصه ان شاء الله فتحت برضو هقدم فيها ورقي، بس اللي انا عايزاه ان شاء الله مصر للطيران. وما فيش معلومه خالص ان انا عشان اشتغل ابقى 1500 ساعه، هما بياخدوك حاجه اسمها زيرو اور، معكش تبقى ساعاتك اللي هي بنتخرج بيها. تمام. طيب قولي لنا، انت اللي انا اعرفه ان انت بجانب الطيران، انت الاول كنت في، انت مش في طيران، انت كنت في اكاديميه علوم طيران تقريبا او هي مبدئيا الأكاديمية الوحيدة المعتمدة في مصر، عشان الناس بتقول إن في، سمعت حاجات إن دي أكاديمية خاصة بالفلوس ومش بالظبط. بالفلوس، عشان في ناس لما تسمعت الرقم، إن هي دراسة الطيران غالية نسبيا. بس أنت دلوقتي لو رحت أي دولة في العالم، أي شركة طيران في العالم، هي رقمها في الحدود ثابتة تمام، فهي غالية تمام. في مصر بقى هي مفيش غير اللي أنا فيها دي، تمام. يعني هي واحدة بس اللي معتمدة، الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، هي دي بس، طيب اللي قولي، مفيش منها خاص ولا حكومي، هي واحدة، هي واحدة بس، هي هي واحدة، بس دي خاصة يعني برضو ولا حكومي؟ هي أكاديمية لا طيب يطلق عليها لقب خاص ولا حكومي. انتي قدمتي عليها بعد الثانوية العامة ولا بعد ثالثة ثانوي على طول؟ طيب ما تقولي لنا نظامها ايه؟ نظام ترم مثلا، نظام سنة؟ لا هي بيبقوا عدد ساعات ورخص، 3 رخص بتخلصهم على عدد ساعات، وانت بيبقى افرج من سنة ونص لسنتين. بس طيب معلش برضو عشان الناس بقت تسأل كتير، انا ازاي اقدم لعيالي وكده؟ ان شاء الله اول حاجة بتعملها بتروح الوزارة بتعمل الكشف الطبي، بعد ما ان شاء الله بتجتاز الكشف الطبي بتاعك بتروح الاكاديمية بتسحب الملف، وبعد كده بيحددوا لك ميعاد امتحان انجليش بتروح تمتحنه، بتنجح فيه، لو نجحت فيه بعد كده بتمتحن امتحان الكمبيوتر، نجحت فيه بعد كده بتروح الانترفيو. الانترفيو بتقعد مع العميد والوكيل، بيبدأوا يسألوك معلومات عامة، يعني مش حاجة معينة، معلومات عامة كده عن الطيران، عن بره الطيران. وبعد كده ان شاء الله لو اتقبلت بيكلموك يقول لك تيجي تقبل دفعتك يوم كذا كذا. مصاريفها قد ايه في الترم او بتتحسب ازاي؟ هي توتال بتبقى مصاريفها كاملة، انا خايفة اقول السعر والله لا قول يعني. بجد خايفة اقول السعر، بس لا هي قولي. مبدئيا المعلومة بس عشان الناس فاكرة، لان في ناس بقى يعني بابايا حتى بقيت الناس بتجري وراه فاكرة ان هو بقى ملياردير. ملياردير. احنا لما جينا ندخل الكلية فعلا الموضوع كانت المصاريف صعبة جدا علينا جدا، بابا استغنينا عن رفاهيات كتير قوي قوي، ودي يعني الناس فاكرة ان دي حاجة سهلة، لا ما كانتش حاجة سهلة، ان بابايا استغنى عن رفاهيات كتير قوي عشان اقدر اوفر مصاريف الكلية بتاعتي، لان هي كانت غالية قوي بالنسبة لنا. في ناس بالنسبة لها مصاريف كويسة يعني معادلة ليها، لكن بالنسبة لنا كانت صعبة. تمام. فهي كانت، هي 60,000 دولار، وانت بتدفعي بالدولار مش بالمصري؟ تمام. بيدفع في اقساط، في هما بيتقسموا 3 اقساط، في اقساط مصري وفي اقساط دولار. ناس هتضطهدني جدا على المصاريف اللي انا هي قلتها دي، تديني 1000 دولار متأكدة يعني.